نيجي بقى لمين؟ للجاجوار. جاجوار اللي هو قلنا النمرة. تعالى يا عم نمر، انت ايه حكايتك بالظبط؟ قول لي. قال لي والله بقى ده انا حكايتي كبيرة جدا، انا عندي تريتس مش عند حد، عندي صفات اقدر بيها ان افضل سيرفايفل، اعيش واقدر احصل على البيزك نيدز بتاعتي. What traits did offspring inherited؟ النمر الصغير ده اللي هو الجاجوار الصغير ده، ايه الصفات اللي هو ممكن inherited ان هو يا جماعه ايه يتوارثها من البيرنتس، الفادر اند ذا ماذر؟ تعال نشوف كده يا ترى ايه هي التريتس. نشوف كده اياد امين، اتفضل يا اياد. نعم سير. اتفضل، ايه التريتس اللي ممكن الجاجوار اللي هي اوفيس برينجس يتوارثوها من البيرنت؟ ايه يا ترى التريتس زي ايه؟ مخطط. الشيب، الباترن شيب، تمام، اللي هو الشكل بتاعي من بره هايل، ادي واحده. نمبر 2 نشوف كندا. كندا يس كندا، نعم يا سيدي. اتفضلي. وات ايلس؟ ايه تاني من التريتس؟ اي شيب. الاي شيب، ده شايفين يا جماعه كده شكله باصص لنا وشكله كده ناولنا، يعني واضح ان النظره بتاعت سوري اند نوز شيب. يعني قصدك الاي شيب والنوز شيب، تمام. انا بصراحه شكله كده مخيف، هو بيوصل لنا كده، شكله مخيف فعلا. طب نشوف احمد حلمي. يس سير. يلا يا حبيبي اتفضل. ايه تاني من الصفات اللي ممكن انهرتد من البيرنت تو اوف سبرينجز؟ فير كولر. الهير؟ فير الايه؟ الشعر يعني قصدك؟ الفرو. الفير، الفير كلر، برافو. اللي احنا قلنا من شويه اللي هو الباترن، الباترن كلر، لون الباتر بتاعه، الديزاين بتاعه، تمام. الفير كلر، لون الفير، برافو، تمام، هايل. ريلام، اتفضل يا ريلام. ريلام هاف ماركت سكن هاف تيرنج سترونج تيز. سترونج تيز، ايوه كده يا شيخه، هو ده الكلام. سترونج تيز اللي هي يا جماعه الشارب، شارب كناينز، عنده حاجه اسمها كناينز يعني انياب، والانياب دي بتبقى ايه؟ تبقى بوينتد اند شارب، يعني مدببه وحاده طبعا. وده يا جماعه اللي بيميز كل اللي هو فود ان ميت، كل اللي بتغذى على اللحوم بتميزه الشارب اند بوينتد كناينز، الانياب الحاده المدببه، عامله يا جماعه ما اقولكش زي السكينه الشارب جدا، تمام، برافو. عبد الرحمن. نعم يا سيد. اتفضل. الاير شيب الاير، والكولر سكيم. برافو، الاير واخده يا جماعه، الاير بتاعته شكلها خاص كده، وده اللي خلانا حتى لما كنا بناخد هنا في الشيب بتاع الانيمالز، لما كنا كل واحد بناخد الشيب بتاع البرنت بتاعه ايه بالنسبه للانيمالز، كنا بنقول فعلا اللي خلانا ناخد سوري ده كانت هنا في الكتاب، هنا اللي خلانا ناخد كل ليفنج اورجانيزم كان شكله ومنها الاير شيب. هايل، ممتاز جدا، اشكرك يا عبد الرحمن. احمد هاني. نعم يا سيد. اتفضل حبيبي، اللي اقول له يا جماعه اتفضل يجاوب على طول، اتفضل جاوب. فيري فاستر. برافو، حلوه دي قوي برضه. هو طبعا النمر ده سريع جدا، السبيد بتاعته عاليه كبيره جدا، هاي سبيد، واكبر او اسرع حيوان اسمه الشيتا، والشيتا دي يا جماعه نوع من انواع الفهد او بيسمى الفهد، وده بيكون يا جماعه فعلا اسرع كائن حي على وجه الارض اللي هو الشيتا اللي هو الفهد، تمام. زياد، اتفضل يا زياد.
زياد. Skin, color skin, black and white and orange and ice color. تمام ايس كولر تمام. احنا قلنا بقى بدل ما اقول بقى كل ده يا زياد قلت ايه الشيب او الكولر اوف باترن. باترن ده تعني ايه بقى؟ بص يا زياد كلمه باترن دي تعني شكله كله بقى، ما مش هقعد اقول بقى احمر واخد، لا اقول ايه الباترن كولر. باترن كولر اللي هو لون الديزاين بتاعه الخارجي. طيب تعالوا بس بقى نكمل شوية. mention one trait that important to survival. عايزين نشوف كده احدى التريتس اللي بتخليه يقدر يعيش. يا ترى نشوف كده، نشوف ادهم، قولي ادهم. ال ال الاكل اللي هو التيز، يعني قصدك التيز اللي هي ايه شارب اند شارب تيز اللي هي الاسنان الحاده، ودي تقدر تخليه ان هو كان كاتش بريز، يقدر يمسك الفريسة طبعا. تمام ادي واحدة. ايه تاني نشوف؟ ايه تاني؟ مين؟ نولان، اتفضلي يا نولان. ايه الحاجات التريكس اللي كان هيلب زي جاجوار تو سيرفايفل؟ ايت ميت، ما احنا قلناها من شوية اللي هو الكناينز يعني. ماشي اوكي ماشي. طب نشوف سارة، اتفضلي يا سارة. اللي هي سير شورت كلاوز، الفود كلاوز. اللي هو يا جماعه كلاوز المخالب بتاعته عشان يقدر يجري من ناحيه، والحاجه الثانيه كان كاتش ايه بريز. برافو حلوه دي برضه. طب نشوف رغد. ممكن اقول واحده من الايه؟ اتفضلي. السكين والارض. تمام. طيب تعال نكمل سؤال كمان. برافو عليك يا رغد. تعال نكمل كمان سؤال بيقول ايه؟ What would happen if the street wasn't inherited؟ طب ايه اللي يحصل لو التيت يا جماعه لم يتوارثها؟ طبعا كلنا عرفنا عشان بس التايم مش عايز نعيد فيها كتير. طبعا كانت سرفايف، وقلنا كان داي ويل داي، وقلنا كمان اكستنكت. تمام. طيب تعال نشوف بقى read about elephants then answer. تعال نقرا شويه على الاليفانت. الاليفانت ده يا جماعه انتوا عارفين كله تعتبر اكبر اضخم حيوان في الغابه. was the largest animals on land، على الارض كلها اكبر حيوان على الارض كلها. they live in tropical regions، بيعيش في الاماكن الاستوائيه، ودي اماكن حاره الموجوده على both sides of الخط السؤال اللي هو الإكويتر بتاع الأرث. Where the weather is extremely hot، طبعا أماكن كلها حارة لأن بتبقى تروبيكال، دي بتبقى قريبة من خط الاستواء، ودي بتبقى أماكن كلها hot. They have large thin air، عنده air كبيرة وسن رفيعة كده يعني رقيقة بس كبيرة. He use help cool زيم داون، طبعا بصوا يا جماعه الاير الكبيره ديت اللي موجوده في الاليفانت بتخليه يفقد جزء من الحراره اثناء وجوده، ودي بتخليه كول داون. كول داون يعني تبرده كده وتلطف من درجه حرارته. Elephant also have powerful trunk اللي هو الزلومه بتاعته، المناخير بتاعت الانف بيسموها ترانك اللي هي الزلومه بتاعته، وبر ايه باورفول يعني قويه جدا. ولذلك تلاحظ ايه يا جماعه؟ ان الاليفانت تقريبا كل حاجه بيعملها بالترانك بتاعته. تو ليفت اب فود، يرفع الفود. هيلب اب اون هاي اب ذا برانشز للفروع. سك اب ووتر، بيمتص بيها. سك يعني يمتص الووتر. اند ميك ساوند to communicate with other to warn the herd about danger. حتى الزلومه بتاعته بيعمل بيها ساوند، بيعمل بيها صوت. to communicate، وكلمه communicate يعني يتواصل بيها مع الافيال الاخرى، زي بالظبط كده لما تيجي سيادتك في الكلاس وعاملين هيصه ومش عارف ايه، وبعدين تشوف السير جاي من بعيد تعمل صوت الحيات بسرعه، السير جاي كله مكانه
دي كلها ايه؟ كوميونيكيت، بتعمل صوت عشان تحذر زملائك الاخرين ان السير جاي، فلازم كله يقعد مؤدب. هو كمان كده لما يجي خطر جاي على الاليفانت بيعمل ايه؟ بيعمل ساوند. هذا الساوند بيحذر بيه ورن، يحذر بيه الاذر ان في دينجر جاي، يا جماعه خلي بالكم. طيب they also have a task is protecting them. عنده جماعة تاسك زي كده الأنياب بتاعته ديت، protecting the trunk and help them to dig for food. ممكن هو يحفر في الأرض كده علشان يحصل مية والووتر. خلي بالك الإليفانت أنا قريت إن هو بيقدر يقدر يستشعر وجود مية، وطبعا برجليه قوية لو عمل هيتس على الأرض كده وباستخدام التاس بتاعته الانياب بتاعته ديت يقدر يخرج الميه من الارض. تمام. كمان also بالرغم they have no natural predictor. كلمه يا جماعه ايه؟ سوري بريديتور، اسف بريديتور. كلمه بريديتور يعني فريسه او عدو. يعني الاليفانت ده ما عندوش تقريبا natural predictor، ما عندوش اعداء طبيعيين. ازاي يا سير ما عندوش اعداء؟ مش حيوان؟ قال لك بس عشان اللي هو هيوج قوي، كبير قوي، ذا بيجست انيمال، فتقريبا اعدائه مش قادرين عليه، فعلشان كده تقريبا ما عندهوش ناتشرال بريديتورز، اعداء طبيعيين. دي تو حتى راجع لك ليه ما عندهوش اعداء طبيعيين، او جاي جيف ريزن اهو ليه الاليفانت don't have natural predator، ليه ما عندوش اعداء طبيعيين؟ due to their large size، حجمه الكبير. but their young اللي هو الفيل الصغيره are easily preyed، ممكن الحيوانات تصطادها بسهوله. يبقى هنا الإليفانت الكبير ما عندوش ناتشرال بريديتور، ولكن عنده الأطفال الصغيرة ممكن يكونوا كده. Sadly the biggest threat to elephants are human. هنا بقى يا جماعة بشكل محزن الأكبر عدو للإليفانت هو الإنسان. شفت بقى إزاي؟ أكبر عدو إزاي؟ هو الانسان بياكل فيل؟ قال لك لا ما بياكلهاش، ولكن بيصطاد الاليفانت عشان ياخد التاسكس بتاعته اللي هي قلنا الانياب دي اللي هي العاديه، ويقدر يعمل منها حاجات يعني مشغولات باستخدام العجده. فطبعا هي الانسان للاسف الشديد هو اكبر عدو تقريبا للاليفانت. تمام. هنا بقى في شويه حاجات كده انا هديك الصفحه دي هوم وورك. Found from your reading, observe the adult and the offspring pictures answer. هنجاوب على انا طبعا مش هقولها بقى، هسيبك انت تقراها. بيقول لك هديك مثال اهو. Where do elephant live؟ هتلاقي ان هو فوق بيعيش فين؟ اهو شوف. يبقى انا هاخد زي كده بالذات باراجراف كده. تاني حاجه، What are the common يعني العام traits between adults of springs elephant؟ الخصائص او التريتس اللي موجوده في الاليفانت والاوف سبرينجز. Explain why parent of springs look like in some ways but different in other. ليه بيبقى متشابهين ومختلفين؟ كمان what are the important inherited traits to help elephant to survival. دي كده هناخدها هوم وورك، هناخد الحته دي كده هوم وورك. يلا سجل عندك الهوم وورك بتاعك اهو، بيج 33. طيب احنا كنا اخذنا ده كده في المذكره. تعال بقى اقول لك الحاجات دي عندك كيب، اللي هي بقى احنا قلنا ده البيزك نيدز. الانيمالز هاف تريتس ذات هيلب ذيم تو سرفايفل. مديني بقى ايه؟ ادي الجيراف اللي عندها تول نيك، هيلب ام تو ريتش ذا ليفز اوف تول تريز فور فيدنج. عنده الرابت،
عنده لارج اير، الاذن بتاعته كبيره شويه. هيلب هيم تو هير افويد ان دنجر، يعني يسمع بسهوله ويتجنب اي خطر جاي له. عند تشرتل عندها شيل صدفه، ودي بروتكت ات اجينست اتس انيمز، بتحميها من اعدائها. هيج هاج اللي هو القنفذ، والقنفذ ده عنده سباينز اشواك، تو بروتكت ات اجينست انيمز، بتحميه من الاعداء. ودي الكلمات اللي عندي، شيل هتكتب عليها صدفه، وبعدين هيج هاج، قنفذ، سباينز اشواك. وسيادتك طبعا هتحلها، هتكتبها هنا كذا مره. يبقى انا عندك الهوم ورك بتاعك ده كيب كل انيمال، وهسال فيها الحصه اللي جايه كل انيمال ايه الحاجات اللي سيرفايفل، هيلب التريتس اللي بتخليه سيرفايفل. يعني خدنا 1 2 3 4 بلس الهوم ورك اللي بيج 33، تمام؟ الحاجات ديت هتبقى كيب يا جماعه. طيب